حفيظ الدراجي هو بيعلق على مباراه الجزائر اللي اتغلبوا فيها 3-1، كانوا ممكن يتغلبوا 4 و5 و6، استقبلوهم استقبال الابطال. ده كلام الاستاذ حفيظ على المنتخب الجزائري. طبعا ما ينفعش نستقبل منتخب خسران وخارج من البطوله، ولكن هو بيعلي الروح المعنويه لما هو قادم، بيعلي الروح المعنويه لما هو قادم. ده الفارق ما بين المعلق اللي بيقدر، اللي بيحب بلده، والمعلق اللي ما بيحبش بلده. المعلق اللي بيخش مع اي حد ويقول اي كلام، اي كلام بيقوله واي كذب بيقوله، والمعلق اللي لا، حافظ وعارف معلوماته ومتمكن من ادواته ومن معلوماته. هو ده الفرق الكبير جدا. لو حضرتك عايز تشوف معلق ما عندوش فكره ومعلق عنده فكره، انا ما بتكلمش على اسماء، انا بتكلم بشكل عام، ده هنا ايه وده هنا ايه. المعلق اللي ما عندوش فكره ده بيبقى ايه؟ معلق ايه؟ اللي بيقول معلومات مغلوطه وبيحاول ان هو يستفز الناس اللي بتسمعه، لو في حد بيسمعه. المعلق الكويس اللي بيقول المعلومات، ماسك معلوماته بايديه كويس وبيقول المعلومات بطريقه صحيحه ولا يستفز احد، هو ده المعلق الكويس والمعلق اللي ما عندوش فكره والمعلق الكويس. فارق المهنيه، فارق المهنيه. ففي ناس انت دايما تخش تتفرج، توطي التلفزيون اول لما تسمع فلان تقوم جاي موطي التلفزيون، تسمع علان تعلي التلفزيون. ادي الفارق بيني وبينكو، سيبكم من اللي انا قلته ده. الفارق ايه؟ مين بيعلي التلفزيون ومين بيوطي التلفزيون؟ بس ادي الموضوع ما بين المعلقين. ففي النهايه منتخبنا يقدر يفوز؟ اه يقدر يفوز على كوت ديفوار، يقدر يفوز على السنغال؟ ايوه اقدر افوز على السنغال برضه للمره المليون، مش بالكلام ولا بالانعره ولا بالمجرد ان احنا عمالين نقول اي كلام وخلاص، لا، ولكن بالاداء الفني اللي ممكن جدا يتحسن ويبقى افضل من الاداء اللي احنا بنشوفه ده 30 40 50 60% كمان خلال الفتره اللي جايه. خلينا نروح نشوف تقرير في الشارع، راي الجمهور في قرعه تصفيات كاس العالم ومواجهه مصر للسنغال، ونرجع نكمل مع حضراتكم.